وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة يقول: القوات المسلحة المصرية لن تسمح بالمساس بأمن مصر ووحدة شعبها. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل. والرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن مد حالة الطوارئ في البلاد بشكل إجرائي لمدة 3 أشهر. نقابة الأطباء تطالب رئيس الجمهورية بإعادة مناقشة التأمين الصحي في البرلمان. ووزير الإسكان يعلن تشغيل محطة كيما أسوان نهاية يناير وضخ استثمارات بمليار جنيه في مدينة أسوان الجديدة. والقصاص يتحقق، تنفيذ 4 أحكام بإعدام بحق إرهابيين وضبط مخزن متفجرات بمنطقة دهشور في أكتوبر.